بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدرسة المتشابهات. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع صفحة رقم 38، فلننتبه بارك الله فيكم. أول ما ذكر من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن. هذا هو الموضع الأول، جاء بعد كلمة أزواجا يتربصن. أما الموضع الثاني هو نفسه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. يبقى هنا وصية في الموضع الثاني وفي الموضع الأول يتربص. كذلك نلاحظ أن الموضع الأول فيه كلمة فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أما الموضع الثاني فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. والضبط إن شاء الله تبارك وتعالى يكون مع كلمة أول وكلمة ثاني. فالموضع الأول نجد أن كلمة بالمعروف فيها حرف اللام، فنربط اللام من هنا من كلمة بالمعروف مع اللام من كلمة أول، فيتضح الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، فيكون الموضع الأول فيه كلمة يتربص وفيه كلمة بالمعروف، أما الموضع الثاني من معروف مع كلمة ثاني، فالأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. أو ما دام أننا عرفنا أن الموضع الأول هكذا أزواج يتربصن وكلمة بالمعروف مع حرف اللام، فيتضح لنا من باب: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. هناك ضابط معنوي جميل أيضا ذكره الشيخ جزاه الله خيرا في الكتاب، فقال: معنى الآية الأولى: لا جناح عليكم في أن تتزوجوا اللاتي توفي عنهن أزواجهن بعد انقضاء العدة. فهو من المعروف الذي أباحه الله تبارك وتعالى لهن، فصار المعروف هنا محددا مشهورا. وأما في الآية الأخرى عن الموضع الأول جاء المعروف يعني معرف بالألف واللام فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، إنما الموضع الثاني من معروف نكرة. طيب، قال: وأما في الآية الأخرى فمعناها أنهن مخيرات بين معروفين مشروعين، إما القعود أو الزواج، فلم يكن المعروف الثاني إلا وجه من الوجوه المشروعة غير محدد، عشان كده جاء نكرة، فلهذا خرج مخرج النكرة. ده برضو ضابط جميل معنوي نحفظه ونذكره إن شاء الله. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: خبير بما تعملون. تكررت هذه 7 مرات في القرآن الكريم في آل عمران والمائدة والتوبة والنور والمجادلة والحشر والمنافقون، ليس في القرآن غيرها. باقي المواضع: بما تعملون خبير. فنلاحظ هنا المتشابهات جاء من باب التقديم والتأخير، هنا خبير بما تعملون خبير مقدمة، وفي الموضع الثاني يعني أو في المواضع الأخرى البقية بما تعملون خبير جاءت مؤخر. هنا نضبط طبعا 7 مواضع، فهي الأيسر في الضبط إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا النص الإنشائي الجميل من كلمات القرآن الكريم. خبير بما تعملون، 7 في الذكر لدى، إذ تصعدون قوامين وليجة، قل لا تقسموا أأشفقتم ولتنظر نفس ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ديت أنا جبت الضبط بالمواضع نفسها اللي هي فيها كلمة أو قوله تبارك وتعالى خبير بما تعملون، إما أن يقول إن الله خبير بما تعملون، وإما أن يكون والله بما تعملون خبير، فهي كلها 7 مواضع إن شاء الله تبارك وتعالى. نحفظ النص الإنشاد، هو نص جميل يذكرنا بهذه المواضع إن شاء الله. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا هو الموضع الأول، فهنا نربط الواو من كلمة ولا مع الواو من كلمة أول، فيتضح الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الموضع الثاني لا جناح عليكم يعني بدون واو، فواو أول مع واو كلمة ولا جناح، أما الموضع الثاني لا يوجد فيه واو. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: غفور حليم. تكررت 4 مرات في القرآن الكريم،
تكررت 4 مرات في موضعين في البقرة، وموضع في آل عمران، وموضع في المائدة، ليس في القرآن غيره. باقي المواضع غفور رحيم، يبقى حليم 4 مواضع مع كلمة غفور، ورحيم 49 مرة، وده طبعا صعب انك انت تحفظ 49 مرة، فأيسر عليك انك انت تحفظ المواضع القليلة، ال4 مواضع غفور حليم. وعاد سورة، عاد موضع سورة فاطر والشورى، ففيها غفور شكور، موضعين فقط في فاطر والايه والشورى. طيب الضبط الجميل ده مر معانا قبل كده، مر معانا، نحفظه تاني ان شاء الله، يا ريت نكون حفظناه حتى بدرجة 50 يعني، او بنسبة 50%، وفي هذه المرة كمان يصير الحفظ حتى 70%، فكل ما يكرر معانا نكرره يصير الامر سهل. قال السخاوي رحمه الله: وكل غفور بعده حليم، 4 حررها عليم، أولها في اللغو في الأيمان، وبعد فاحذروه جاء الثاني، كلاهما قد أتيا في البقرة بالعفو والبشرى لمن قد حذر، وثالث بعد التقى الجمعان في آل عمران عن استيقان، وورد الرابع في العقود بعد عفى الله بلا مزيد. آخر حاجة في المتشابهات قوله تبارك وتعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا هو الموضع الثاني في البقرة. طيب الموضع الأول مر معانا، آية 180، قوله جل وعلا: بالمعروف حقا على المتقين. الموضع الثالث قوله جل وعلا: بالمعروف حقا على المتقين. هنا يعني قلنا الكلام ده قبل كده، ممكن نقول مخالفة الوسط للطرفين، فالموضع اللي هو في الوسط اللي هو المحسنين مخالف للموضع الأول والموضع الثالث، هذه قاعدة. هناك قاعدة ثانية نربط كذلك كلمة السين من كلمة المحسنين مع السين مع كلمة الموسع، يبقى السين ده من كلمة الموسع تذكرك بختام الآية حقا على المحسنين، فيصير الأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى، فيتضح لك أن الموضع الأول والثالث حقا على المتقين، وهنا يصير الأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وأنا يعني نركز إن شاء الله ونراجع على ما مضى، خلاص يعني لم يبقى إلا القليل، وننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى من الدورة الثانية أو الجزء الثاني من مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلال وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، وطبعا أنا أعتذر عن تأخير الدرس اليوم، سجلته الساعة 11 وربع بتاريخ 19/5/1439 ليلة الأحد، فنسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، ونحاول ان شاء الله بعد كده اذكره يعني او نسجل الدرس يعني مبكر شويه ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم ومتابعتكم الطيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.